أصدر الستار على مهرجان الثقافة في بيتك التي تضمنت أمسيات موسيقية على مدى 5 أيام، وذلك بأمسية موسيقية أحيتها أوركسترا أورفيوس في قصر العظم وسط دمشق القديمة ليتلاقى سحر البيت الدمشقي مع أنغام الموسيقى الكلاسيكية. أكيد لحتى نحكي أكثر عن هذا المزج بين الموسيقى والتاريخ، وأيضا نتعرف على شو بتحمل دار الأوبرا السورية ضمن الموسم الثقافي خلال الصيف. أكيد معنا ضمن الاستديو المايسترو أندريه معلولي، المدير العام لدار الأسد للثقافة والفنون وقائد أوركسترا أورفيوس. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك مايسترو. يسعد صباحك. أهلا وسهلا مايسترو. يعني خلينا نبدأ من الحفل الأخير اللي أقيم للأوركسترا ضمن فعاليات وختام فعاليات الثقافة في بيتك. الحقيقة طبعا ضمن الظروف العامة اللي عم تجتاح العالم حاليا، هو هالوباء الكورونا اللي إجا بشكل مفاجئ دون تحضير، فكان لابد من إيجاد بدائل وطرق لمواجهة هذا الوباء على كل القطاعات. فطبعا كان المعني الأول بهذا الموضوع هو القطاع الصحي، إنما أيضا باقي القطاعات لها دور في دعم هذا القطاع، ومنها القطاع الثقافي اللي كنا توقفت النشاطات، فصار في عنا أعباء اليوم إنه هذا العمل لازم يستمر، العمل الموسيقي ما لازم يوقف، كيف فينا نلاقي بدائل لحتى يستمر العمل تبعنا، كيف فينا نكون مفيدين نحن بهيدا الظروف بهذا الموضوع. فاتجهنا باتجاه انه نقدم حفلات موسيقيه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لانه حسينا عن طريق هذا الجو اللي ممكن نخلقه من السعاده لما واحد بيسمع اغنيه حلوه بيحبها او موسيقى بيرتاح. جميله بيصير في عنده طاقه، هالطاقة هي طاقة إيجابية، وهالطاقة الإيجابية هي بتساعد على رفع درجة المناعة عند الإنسان، وبالتالي نحن كموسيقى وكفنون بالمجمل نحن منخاطب اللاوعي عند الإنسان، ومن خلال هذا المخاطبة اللاوعي نستطيع أنه نحن نساهم بأنه ندعمه نفسيا لحتى تظهر هذا الشيء بعدين على حياته بشكل عام وتنعكس على كل مجالات الحياة تبعه. فمن هالمنطلق بلشنا كخطوات، بلشنا على طريق السوشيال ميديا، بلشنا نقدم بعض الحفلات من البيت، بعدين اتجهنا بتوجيه من وزارة الثقافة أيضا اليوم أنه لازم نعمل شيء، وطبعا كل هالإجراءات كانت متوازية مع التطورات اللي عم تطلع من القرارات الحكومة اليوم، لأنه في دراسة وتقييم للوضع الراهن، وبالتالي منحط نحن كذا سيناريو بحيث أنه حسب القرارات اللي طلعت وحسب الأمور وتطور الأوضاع على الأرض من نشوف السيناريو اللي بيناسبنا. هلأ هي كل الفكرة بأنه نحن الموسيقى لا تتوقف، والعمل دائما جاهز لحتى نبتكر أمور جديدة وطرق جديدة لنفوت بهذا الموضوع. وكان من بيناتها الثقافة في بيتك، لقدمنا عدة حفلات موسيقية، بعضها في الأماكن الأثرية، وبعضها كان تحية للكادر الطبي من المشافي، وهذا الشيء يعني كان كتير مهم، ربط النغم الموسيقي بعراقة المدينة وعراقة التاريخ. كل مكان من الأماكن اللي تقدم فيها الحفلات هي تاريخ من 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 مسيرة سوريا، فكان قصر عظم ولا خان أسعد باشا، حتى دار الأوبرا، هالثلاث أماكن كل رمز من هذه الرموز هي قصة كانت عم تنحكى عن طريق أنغام موسيقية عم تخاطب الروح، وكانت هيدا الفكرة. والجميل إنه هيدا الفكرة وصلت لداخل سوريا وإلى خارج سوريا، وكان في عنا كثير إيجابيات من هذا الموضوع، وكثير دعم وتعليقات كانت جميلة جدا، كانت عم تدعم هذا الموضوع وكانت مبسوطة فيه. الشيء اللي كتير حلو مايسترو انه اليوم فعلا الموسيقى عم تساهم بالعلاج، ان كان علاج نفسيتنا وان كان مثل ما تفضلت وحكيت عم بتقوي مناعتنا، وحتى يمكن بدون ما نحن نعرف هي المعلومة او بدون ما حتى نشعر. بالاضافة لهذا الشيء اليوم خصوصية المكان، مثل كمان ما حكينا قصر العظم قد ايه له خصوصية لما بيمتزج كمان بنوع من الموسيقى الكلاسيكية، قد ايه بتعطيها روح تاني، بتحس في رهبة يمكن للمكان ورهبة للحفل بشكل كامل. خلينا نحكي بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع وكيف كان التجاوب والتعليقات على هذا الموضوع. الحقيقة يعني قصر العظم مكان له تاريخ كتير كبير،
ولما بنشوفه بنشوف بكل غرفة قصة، وقصة بيت دمشقي قديم، الحكواتي، القهوة، الكزفاء. اليوم انت بتعيشي ضمن حارة كاملة شعبية جميلة، بتحكي عن قديش كانت المحبة، الألفة، طريقة التعامل بين الناس، وهذا الشيء عبرنا عنه عن طريق القطع اللي اخترناها. القطع اللي اخترناها كان في شوي نسقط، فكرنا كثير بالقطع لحتى نختار البرنامج لحتى يكون مناسب مع المكان، خاصة انه مفتوح، وكان عدد اوركسترا كبير، وبدنا يكون في عنا، حققنا ضمن هيدا الحفلات كل الاجراءات الاحترازيه اللي كانت من التباعد الاجتماعي بين العازفين، لنقدر نحن نكون كمان مثال للتقيد بهيدا القوانين اللي عم تطلع، او الاقتراحات اللي منواجه فيها او نساهم بانه نحمي حالنا اكيد اليوم، ونحمي كل الناس الموجودين. فبدانا بروفات طبعا في الأدار الاوبرا، بعدين انتقلنا الى قصر العظم. الحقيقه يعني حتى بالنسبه لنا كعازفين كان الجو جميل جدا. اكيد حتى العازف لما بيقدم القطعه الموسيقيه بيحس انه انا اليوم مبسوط اكثر، او انه عم بعزف بحماس اكثر. فهذا كمان اليوم الحاله النفسيه، المكان، الطبيعه، كذا، كله بيعكس. لما بيلاقي تجاوب كمان كبير. هلا هذا يعني اهم شيء، لان احنا مبثت لايف، فبالتالي التجاوب على مدار الساعه خلال الفتره كلياتها. يعني حتى نحن كنا عم نتحضر بشكل جاهز كثير كبير، لحتى اليوم كمان احنا عم نقدم هذا الفن السوري فقط لسوريا، عم نقدمه ايضا لكل العالم. وكنا لازم نكون على قدر من المسؤولية بأنه هذا الموضوع لما بده ينعرض أكيد بده يتقيم صح، وبالتالي كان لازم يكون في شغل وفي ضغط، وكان في محبة كتير كبيرة خاصة من العازفين يلي كانوا مسرورين لعودتهم لهذا الحياة بعد انقطاع فترة. كمان اليوم العازف أو الفنان بشكل عام حياته هي من العنصرين، المسرح والجمهور، يعني فهدول اللي هن العنصرين الاساسيين لحتى يضل هو عايش. اما اذا التغوا هدول العنصرين يعني وجوده ما عاد كثير مثمر مثل ما لما بيقدم رسالته من المسرح وللجمهور. يعني دائما في عنا مرسل ومتلقي للرساله، وبالتالي كان كثير سعاده كثير كبيره، والاداء كان جميل، والعمل نجح، الفكره كلياتها نجحت. واليوم طبعا وزارة الثقافة بكل كوادرها كانت عم تعمل هذا المهرجان، اللي هو كان من وزارة الثقافة بالتعاون مع دار الأساد، وبالتعاون أيضا مع مديرية المسارح والموسيقى، يلي التقينا بمشروع واحد لحتى نقدر ننفذه. دائما المشاريع بحاجة لعدة جهات لتلتقى لتنفيذها لحتى تطلع بالمظهر اللائق والمناسب. أكيد يعني مايسترو، مثل ما قلت، اليوم حياة الفنان أو الموسيقي بترتبط دائما بالجمهور وبالفن طبعا. اللي عم بيقدمه تجارب متعددة شفناها بالعالم، برزت خلال الجائحة العالمية فيروس كورونا، وكان للفنانين دور كبير إما من بيوتهم على الآلات، إما بسوريا كان في نموذج جدا متميز اللي هو الأوركسترا أدوا، وكان في لهم مقاطع نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا النموذج اللي شفناه للثقافة ببيتك هو نموذج، خليني أقول، المنظم أكثر أو المعمول بفرصة أوضح. تلقي هذا الشيء اليوم من خلال الناس اللي كانت عم بتتابعكم، عم بتشوفكم على مواقع التواصل الاجتماعي، البث المباشر، هي التجربة بحد ذاتها تقييمها، ويمكن التماس مع جمهور السوشيال ميديا اللي هو يمكن أن تكونوا شوي بعيدين عنه بالأيام العادية. جمهور دار الأوبرا يختلف عن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كان تقييم الحالة؟ رح لك هلأ، هي ناحية كتير مهمة اليوم، أنه يمكن هيدا دائما أي شيء بيصير بالحياة أو بيصير مع الإنسان المفروض ندرسه، والمفروض نتعلم منه إيجابا أو سلبا. فاليوم بالحياة رح تمرق كتير أمور تانية، فاليوم مو كل شغلة بدنا نقول إنه هي صح أو غلط، نتعلم منها. الصح بنتعلم إنه كيف نساوي صح أكثر، والخطأ ممكن نتعلم منه شغلات تانية. فلابد إنه اليوم حتى هالجائحة اللي صارت، هالأمور خلتنا نتجه باتجاه اليوم نفكر بالسوشيال ميديا أكثر، نفكر أكثر بالتواصل مع الناس بإيجاد طرق يعني. ونخاطبها تماما بهذا الموضوع.
فقدرنا نطور حالنا بهذا الموضوع. هلا بتروح الكورونا بس بضل هذا التطور اللي نحن اشتغلنا عليه لحتى يأسس لمشروع آخر، مشروع اليوم أيضا نحن بدار الأوبرا. هلا عم نقدر هلا عم نفتح قناة يوتيوب كاملة لدار الأوبرا، بحيث إنه كل الحفلات اللي تنبث على قناة اليوتيوب، فهذا الشيء إجراء رح يضل مستمر. نحن يمكن أوجدناه هلا بهيدا الجائحة، إنما هو مشروع مهم جدا وكان لابد من انه يظهر على وياخذ النور ويكمل بهذا الطريق. هلا التواصل مع الناس دائما العالم كلياتها اراء مختلفه، ونحن ما فينا نصادر اراء الناس كلها باتجاه شيء نحن حابينه، لنكون واقعيين اليوم. وكل راي انسان هو بيعبر عن حالته النفسيه بهيدا اللحظه، واحد ممكن يكون معصب ما يحب، واحد مبسوط، واحد محتاج، واحد عم متعطش للفن، فبيصير يعني كل الاراء. بس أنا برأيي كل الآراء هي إيجابية لما بننظر لها بهذا المنطلق، فهو كل الآراء إيجابية. حتى اللي عنده تعليق مثلا سلبي إنه بهذا الظرف وبهذا الوقت وكذا، فهذا الشيء بالعكس، هذا لو ما لامست عنده شيء معين باللاوعي تبعه ما عطى هذا الإحساس. مثل لما بحضر واحد حفلة موسيقية، واحد بيكون مستمتع، واحد بينام مثلا، بس أنا بقول إنه الاثنين تأثروا، لأنه هذا الشخص كمان لو ما أثرت فيه الموسيقى وبداخله ما نام يعني. فعمليا طريقة التأثير بالأشخاص هي مختلفة. أكيد الأثر من أي عمل فني أو أي عمل موسيقي منه هو نفسه عند كل الناس. كل شخص بيتلقى بطريقة مختلفة، إلها علاقة بحالته النفسية، بطريقة حياته، بطريقة تعاطيه بالمكان اللي عايش فيه، فهذا بيختلف بين شخص وشخص. فبلاقي أنا أنه كل التفاعل اللي صار بكل يعني جماليته عطى هيدي الحالة التفاعل والنقاش، لأنه كان حتى أحياناً لاحظ أنه يصير في نقاشات بين اللي عم بيعلقوا على السوشيال ميديا، وهذا الشيء فتح باب كتير جميل لحتى كمان يكون في مشاركة، لأنه في أشخاص كتير طلبوا منا قطع معينة حابينا أو اقترحوا علينا اقتراحات. كتير في أحيانا تجينا نحن على طريق مواقع التواصل الاجتماعي أمور نحن يمكن أحيانا نكون سهيانين عنها أو ما انتبهنا لها، فممكن ندرجها ضمن خطة عملنا اللي نحن عم نناقشها بشكل دوري مع اللجان الموجودة لهذا الموضوع. كثير حلو مايسترو، اليوم نحن نسمع الآراء المختلفة، نسمع طبعا الأذواق المختلفة طبعا. البعض يمكن بيلفتوا نظركم لأشياء يمكن ما كنتم منتبهين لها، وبعضهم بيذكروكم ببعض المقطوعات الموسيقية يمكن يلي بعدتوا عنا شوي ورجعوا طلبوها منكم. اليوم نحن هلأ بالصيف والناس كمان عم ترجع تشتاق لعروض دار الأوبرا، خبرونا اليوم شو في عروض بدار الأوبرا وضمن الإجراءات أكيد الاحترازية. الحقيقة نحن طبعا كنا كل الفترة الماضية عم نتابع القرارات اللي بتصدر من الحكومة وبتوصلنا عن طريق وزارة الثقافة لنتقيد فيها، وكنا دائما عم نحط مثل ما قلت لك بلشنا بعدة أمور توازيا مع الخطة اللي كانت موضوعة، بحيث إن نحن نضل دار الأوبرا ودار الأسل الثقافي والفنون موجودة في كل بيت بسوريا، عن طريق حفلات قديمة، عن طريق الحفلات المهرجان اللي عملناها، لحتى هلا نحن اليوم نجهز حالنا لحتى نرجع ننطلق. خلال الأسبوع القادم نحن تعود الحفلات إلى دار الأسد الثقافة والفنون بطاقة استيعابية 30% من الطاقة الإجمالية للمسارح. يعني بلشنا نحضر هذا الموضوع. طبعا بهيدي الفترة كنا عم نحضر كل الإجراءات الوقائية اللي لازمة لهذا الموضوع، من تعقيم، من هلأ صار في بوابة تعقيم بيتعقموا كل الناس اللي بدهم يفوتوا لجوات الأوبرا، أخذ درجة الحرارة، كل الوسائل الوقائية اللازمة لحتى نحن نضمن سلامة كل الأشخاص الداخلين إلى هذا المكان من العاملين فيه أو الضيوف الجمهور الداخلين، صار جاهز. وخلال أيام تنطلق العروض، تعود العروض الفنية مبدئيا بهيدا الطاقة 30% ورح تنبس على صفحات دار الأوبرا، ريثما يتم تقييم المرحلة وإيجاد يعني صدور قوانين تعليمات جديدة بتضمن أنه نغير أو نقلل أو نكتر. فهذا الموضوع له علاقة بـ
تقييم الوضع الراهن على الأرض، ونحن نلتزم ضمن هذا الإشراف. نحن رح نكون متابعين معكم دائما كل التفاصيل وكل شيء. أنتوا دائما متابعين ودائما داعمين لهذا المشروع، لأن دائما بقول إنه الإعلام والثقافة هن توأمين ما بقدر نفصلهم، لأنه نحن كمان بحاجة للإعلام والإعلام بحاجة للثقافة. أكيد مايسترو، نقول لك شكرا كثير إنه حضرتك موجود معنا اليوم، وبدي أتشكر وتحية فعلا لكل موسيقي، لكل شخص قدر ينشر نوع من الفرح، السكينة والهدوء رغم هي الظروف وهي الضجة اللي كلياتها حوالينا. نتمنى ما توقف ولا لحظة حالة الفرح، حالة الموسيقى الراقية اللي عم نشوفها. شكرا لك. شكرا لكم، وأنا بدي وجه كلمة شكر لكل الكادر التقني والفني والإداري في دار الأساتذة الثقافي الفنون. نحن عائلة واحدة بنشتغل، فأي مشروع منشوفه هو نتاج جماعي. مشكور وزارة الثقافة بكل كوادرها أيضا، وكل الموسيقيين والعاملين بالقطاع الفني، لأنه لهم دور كتير مهم في هذه المرحلة. أكيد. شكرا لك مايسترو. شكرا.